يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص أراه في النوافل لا يتم ركن السجود. نعم. يقول شخص أراه في النوافل لا يتم ركن السجود ويصلي بنا أكثر من مرة، وفي بعض الأسفار يقول وفي بعض الأسفار لا أدري أثناء الصلاة هل يتم الأركان أم لا يتمها، فما الحكم في صلاتنا؟ ناصحوه قولوا الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالطمأنينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لا يطمئن المسيء في صلاته، قال له صل فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي، فالذي لا يطمئن لم يصلي لأنه ترك ركنا أركان الصلاة. نعم.